يقول هناك من يقول العرب جرب، فما الرد على هؤلاء؟ ايش ترد عليه؟ عيلة القواه طق سوي لك. هذا 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 من السب الذي يكون بين الناس، يسب بعضهم بعضا ويطعن بعضهم ببعض، وهذا يدخل ايضا الان في بعض النكت اللي يستخدمها الناس، مره مصري كذا، مره عراقي كذا، مره كويتي كذا، مره هندي كذا. هذا كله لا يجوز، لا يجوز سخريه من الناس لبلدانهم او قبائلهم او اسرهم، لا يجوز السخريه من الناس بهذا الامر. وبالتالي مثل هذه يقول العرب جرب، ثاني يقول العجم جرب، كله لا يجوز هذا الكلام. التعميم على الناس بهذه الامور لا يجوز.